مساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. اهلا وسهلا بيكم في اول حلقه من برنامجكم احوالنا. اول حاجه وقبل اي شيء البقاء لله في الفنانه القديره رجاء حسين، الله يرحمها ويغفر لها. النهارده هنتكلم عن احوالنا الصحيه، بالاخص الحجامه اللي انتشرت بشكل مختلف. طب عمل الحجامه هي علاج ولا مجرد دواء؟ فعلا بتساعد على ازاله الهموم من الجسم ولا لا؟ معانا ومعاكم الدكتوره مروه عليوه اللي مشرفانا بالاستوديو. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا وسهلا بك. مساعد العلاج الطبيعي بجامعه بني سويف، والدكتوراه العلاج الطبيعي بجامعه نانجينج الطبيه بالصين. اهلا وسهلا. صح يا فندم؟ صح. اهلا وسهلا. كلمينا بقى الاول عن الحجامه. الحجامه هي نوع من انواع الطب البديل بدا نشاتها في الصين، وبعد كده المصريين القدماء بداوا يستخدموها وتسجلت على جدران المعابد وصفها وشكلها. بدأت تنتشر في عند اليونانيين وبعد كده العرب المسلمين، وبدأت تنتشر للغرب. بتستخدم دلوقتي بنطاق واسع في العالم كله وكنوع من أنواع الطب التكميلي. طب أعرف أشكال الحجامة إيه؟ أشكال الحجامة، في عندي الحجامة أولا أنواع، وفي هناخد أنواعها الأول بعد كده نتكلم عن أشكالها. تمام. الأنواع، أنواع الحجامة، في عندي الحجامة الجافة، وفي عندي الحجامة الدامية أو اللي هي بالتشريط، والحجامة المنزلقة اللي احنا بنستخدم فيها زيت أو أويل بنستخدمها في المساج. أشكالها بقى طبعا هو طور شكلها من تاريخ ما بدأها الصينيين. من أول الأشكال اللي استخدمها، هتعرض أشكال ولا؟ في أشكال موجودة يا فندم مخرج، في أشكال بيجهزها. طب نتكلم عن أول ما يجهزها. الحجامة هي طبعا سنة عن رسول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. فهو خير ما تداويتم به الحجامة، فأفضل الأوقات اللي تعمل فيها الحجامة بالنسبة للشخص السليم أيام 17 و19 و21 من الشهر الهجري. أما لو شخص تعبان أو مريض يتعمل في أي وقت من الأوقات. عايزين نعرف بقى إيه الأمراض اللي بتعالجها الحجامة؟ الحجامة بتعالج أمراض كتير، مثلا زي أمراض العمود الفقري، أمراض العظام، الصداع. في بعض الحالات بتبقى هي الوحدة كافية، وفي بعض الحالات بتبقى جزء من العلاج، مش كل العلاج. يعني في مثلا بجانب العلاج الدوائي والعلاج الطبيعي بتدينا ايز بيست ريزلت، يعني افضل النتائج، وفي حالات تانية بنعملها لوحدها بتدينا نتائج ممتازة. طب مريض السكر او فيروس سي ينفع يعمل حجامة؟ طبعا مفيش مشكله. بس ده مريض السكر ده يعني الجرح غلط عليه او اي حاجه غلط عليه؟ لا لا، هو اصلا الحجامه يعني التشريط، لما بنعملها تشريط في مريض السكر او فيروس سي، اولا احنا بناخد التاريخ المرضي للمريض قبل ما نبدا نعمل الحجامه، وبنساله طبعا عن العلاجات اللي هو بياخدها. الحجامه بالتشريط بنعمل مجرد خدوش على سطح الجلد، ما يبقاش فيه مشكله، وكده كده الجلد بيبقى متعقم، واحنا طبعا بنبقى لابسين جواندي وبيبقى من معقمين المريض، ما فيش اي مشكله، وما فيش اي يعني مشكله ان هو يحصل عدوى للدكتور. طب ايه المريض او المرض اللي ممنوع يعمل حجامه؟ هي الحجامه بتبقى يعني ممنوع تتعمل على مريض الفشل الكلوي، مريض الفشل الكبدي، مريض الكانسر. بيبقى مش مستحب طبعا، او انها بناخد اللي هي الاحتياطات طبعا، ما ينفعش نعملها على انشارات على جرح مفتوح، حد عنده امراض جلديه نعملها فوق، او حد عنده دوالي ونشرط فوقها، ده طبعا لا ما ينفعش. غلط، بيزيد في طبعا في الدم اكتر يعني. بيبقى في سبب اندفاع في الدم، وطبعا على جرح موضوع مؤلم جدا يعني لو هنستخدمها تشريط. يعني ايه التشريط؟ طب ينفع تستخدم في نوع تاني الجاف او الرطب؟ هي في ابحاث استخدمت في ناس اللي عندها قراح القدم او كده، استخدموا فيها الحجامه مع عسل النحل، كان نوع يعني ادت نتائج ممتازه، وهي حسنت القراح عند المرضى. طب والصداع؟ اغلب الناس بتعمل حجامه عشان الصداع. تمام. نصفي او اي نوع او كلي او اي كان نوع الصداع. تمام. الحجامه بتعمل ايه في الصداع؟ هي الحجامه بتقلل التنشن او الضغط العصبي اللي موجود في المكان، بتشيل المخلفات او اللي هي الويست برودكتس في المنطقه ديت، وبرده على حسب سبب الصداع. لان الصداع مش يعني مش نوع، هو ان العنقودي بيعملوا له حجامه.
مش بيحسن الحاله بس مش لوحده، لازم العيان يبقى ماشي على علاج دوائي معاها. في حالات مثلا هو التنشن هيديك او الصداع اللي هو الشد العصبي او كده، بنعمل حجامه بتريحه جدا، بتقلل يعني بتحفز الدوره الدمويه، تقلل بتشيل المخلفات اللي هي طبعا في المنطقه دي، فبيبقى العيان بيحس بارتياح بعدها، لان هو بتعمل ارتخاء في العضلات بسبب تاثير النيتريك اوكسايد اللي صاحبه لما اكتشف التاثير بتاع النيتريك اوكسايد اخذ جائزه نوبل، فهي بتحفز النيتريك اوكسايد ده اللي بيعمل توسعه في الشرايين وبيعمل ريلاكسيشن في العضلات، فتلاقي بعد الحجامه الناس فعلا بترتاح تبقى عايزه تنام. طيب في تستخدم في عند الستات او السيدات عامه الحجامه في منطقه الرحم. طب دي بتعالج ايه بقى؟ دي بتعالج حالات اللي عندها مشاكل في يعني في الطمس او تاخر الدوره الشهريه. بتعمل من قدام من عند منطقه الرحم، طبعا دي من غير تشريط، وبتعمل من المنطقه المقابله ليها في الظهر، دي اللي بتتعمل بتشريط، بيجيب نتائج ممتازه جدا يعني مع الحالات، طبعا بجانب العلاج الدوائي. يعني حضرتك قلت دلوقتي اغلب الامراض بتعمل لها حجامه الا الفشل الكلوي او حاجات بسيطه اللي ما بتعملهاش. تمام. حتى السكر، مريض السكر طبعا، مريض السكر بتعمل. طب اللي عنده سكر قدم يعني اللي هو اللي زي داخل على غرغرينا وحاجات متهيألي لا في لا في ابحاث اتعملت على مرضى السكر اللي هم عرضه للبتر، فلما اتعمل لهم حجامه بقى اقل عرضه ان هم يعني حته البتر يعني رجعت من اخفف من المريض ان هو يتحسن باتي. يعني مثلا عيان بنديله فرصه شوف هنبتر ولا مش هنبتر، فوجدوا بعد ما بتعمل الحجامه ان فرصته ان هو يحصل باتر بتقل. فدي طبعا الابحاث دي معموله بره مصر يعني. طب الحجامه في حاله زي كده بتبقى انهي نوع يستخدمه؟ هي لو احنا هنستخدمها على مكان الجرح طبعا بتبقى حجامه جافه بتصطدم مع الهاني العسل، او بتتعمل في يعني حواليها او في حته فيها يعني ايه دوره دمويه الى حد ما كويس، ده بيحسن جدا الحجامه دي، بيستخدم فيها تشريط. يعني ما ينفعش اشرط على مكان القرحه دي، مستخدم الهاني العسل واستخدم الحجامه، وبعدين بنتابع بقى التحسن والعلاج بقى الدوائي طبعا معاه بيجيب نتائج ممتازه. الشخص السليم هنا يعمل حجامه كل قد ايه؟ هو عادي ممكن يعمل كل شهر على نفس المكان، اما لو على مكان مختلف بيعمل كل 15 يوم او 10 ايام. لو مثلا واحد هيعمل على ظهره يعملها كل شهر، اما لو يعني هيعمل في الايام اللي حضرتك قلت عليها اللي هي هو مستحب يتتعمل في الايام ال 17 و19 و21 من الشهر العربي او الشهر الهجري، اما في اي وقت تاني، لان طبعا انا مستحيل كدكتور اعمل كل العينين في الثلاث ايام دول يعني فاهماني. بتعمل طبعا بقيه كل اي وقت واي ساعه مفيش مشاكل. مفيش مش مضره؟ لا طبعا مش مضره الا هي مفيش ضروري. لا اصل هي انت حضرتك قلت ايه لها ايام معينه اللي هو الثلاث ايام ده الافضل ان هي تتعمل. ده ماشي، بس انا لو جالي واحد واحد تعبان انا هقول استنى الشهر الجاي؟ لا ما بتعملي يعني هو في الشخص السليم يستحب في الايام دي، اما لو شخص تعبان لا طبعا بنعملها له فورا يعني، ما بنستناش شهر لما العيان لما الشهر العربي يجي. طب المريض يتعمل له الحجامه على المكان نفسه كل قد ايه؟ مع المكان نفسه كل شهر، يعني مثلا على ظهره نعمل كل شهر ثلاث مرات ورا بعض، ثلاث شهور. تمام. لو هو هنعمل مثلا هيعمل مثلا بعد 10 ايام منطقه رقبته، لا مفيش مشاكل. كل 10 ايام منطقه الرقبه؟ لا انا دلوقتي عملت على منطقه الظهر النهارده ماشي، بعد 10 ايام او اسبوعين اعمل له على رقبته، بعد شهر بقى يعني من ما انا عملت له على ظهره ارجع اعيد له الحجامه تاني على ظهره مفيش مشاكل. اعرف منين ان الشخص ده وهو بيعمل حجامه وهو بيقول ان هو سليم، ان هو سليم بالفعل من التشريط الدم اللي طلع يعني متبرد؟ لا هو هي يعني اولا انا ما اقولش ان الدم ده سليم، اولا هو بيطلع دم غير مؤكسد، وفي نسبه شوايب اللي هي الويست برودكتس او الحاجات اللي بتبقى عامله الم في الجسم. طبعا الحاجات دي الدم ده بيتاخد ويتحلل، اما انا لو انا هقيس مثلا معدل السكر، معدل السكر التراكمي، الكوليسترول، الحاجات دي طبعا انا بقيسها بتحاليل ثانيه، يعني باخد يعني عينه من عينه دم العيان من اي من دراعه مثلا واحللها. ده بقيس التحسن
تحسن فيه. اما هو طبعا المريض بيجي يقول لك هو بعد ما مخلص الجلسه يقول لك انا ارتحت. انا كنت يعني حاجه مكتمه وفكت. يبقى فعلا الحجامه بتزيل السموم من الجسم. طبعا. شرفتيني يا دكتوره مروه ونورتيني النهارده ببرنامج احوالنا. انا اسعد، شكرا جدا. هنطلع لفاصل ونرجع تاني.